السلام عليكم الاخوان. كاين هنا الذكور على الاخ رشيد الخوش، كيف ما كتشوفوا ما شاء الله الله يبارك فيكم. ودائما الاخ رشيد بالنسبه للثمن كيقول فيهم 150 درهم. عيطي واش كلشي كيكون واعيين زوينين راه يمكن يكون راه سعاد راه ماشي خلويين. كنا نعرف واحد ما يدري فيه ما جاش شي بركه اخويا. ما شاء الله سيوا تبارك الله الله يبارك لك الله يبارك لك الله يبارك الله يبارك لك الله يبارك لك الله وكاينين تاد انتوات عند الاخ رشيد. السلام عليكم. سلام سي اخ رشيد، بخير لاباس عليك؟ حط الطير هنايا كلشي كاين. والله العظيم كلشي واحد فيهم وكنحبهم في الله وكلهم قال لك راه توحشناك بزاف اخ رشيد. كاينين انتوات الاخوان ديال الاخ رشيد، الاخ رشيد حتى هما بالنسبه للاخوان اللي كيبداو مثلا يخدموا بالنتيوات هادو يخدموا ان شاء الله العام الجاي. علاش من العام الجاي؟ لا يقدروا يبريباريو. لا والله كيقول لك يعني هضره زايده، هادو يخدموا هاد العام. كاينه ناس كنعرفها اللهم بارك هاد النجوه ديال هاد العام كتخدم هاد العام، ما كاينش لا تبريباري لا والو. هاد العام تخدم النجوه لا سخافه ياك اخويا رشيد. بالتجربه بالتجربه راه هاد رشيد ديال الناس. لا لا خلويات خلويات ولكن كيخدم برانيه. الاغلبيه ديالها 90% كتخدم عادي نورمال بحال القرعه ديال 3 سنين. بالنسبه لهاد شحال كتخدم؟ 40 درهم. 40 درهم الاخوان زونا ناضيه غتاخذوا بياسه ضربه شهرين تما تاخذ مثلا بياسه ديال 20 درهم. ما كايناش ديال 20 ما كايناش ويا ما عاد يد 100 ما لقيناهاش 100 ريال ما كايناش. تبارك الله عليك الله يكبر بك الله يسعدك. تحياتي خويا الله يكبر بك. واحد تحية للإخوان أخي رشيد، تحية لجميع الإخوان المشاهدين ديال جميع القنوات وبالخصوص قناة عزيز بلوك أوفيسيال. شكرا كنشكركم على المتابعة ديالكم والتتبع ديالكم لجميع القنوات. تحية لكم كبيرة داخل المغرب وخارج المغرب، تحية للمغاربة كاملين من طنجة للبورة، وتحية للناس من جميع بقاع العالم والجميع الممالح ديال العالم كامل. تحية لكم تحية كبيرة. متابع خويا 40 درهم والدورة ديالي 150 درهم. شكرا اخي رشيد الله يسر لك. بالنسبه للميرا اخي رشيد 06 19 04 62 34. شكرا اخي رشيد الله يكبر بك. مرحبا. كاينين هاد النتيوات الخوض عند الاخ كريم كيف ما قالش. مرحبا اخويا ب 45 درهم خويا كتبقى البيع 40 درهم كيف ما كتسمعوا الخوض راه 40 درهم بالنسبه للبياسه. وتاوي قدام عندهم شهرين الله يبارك. شوف الترك ديال ماشي ما يكذبش عليك رشيد غرز غرز ورقات 100 درهم بواحد 3 لا لا مشريه 120 درهم ما تيقش. كنحاولوا الخط نوصلكم بسرعه. ما كذبش عليك اخويا 12 فرنك ما يكملش هو هذيك تشوف فيها الفرعيه فراخ غلي طلعت الفراخ اخويا ما بقاش الثمن اللي كتعرف. بالنسبه للثمن اخوت كيبقى 40 درهم. بالنسبه للنميره مرحبا. بالنسبه للنميره 07 04 68 64 56 في الاخر. مرحبا بالجميع. شكرا اخي. مرحبا اللي بغى تلعب زيد راه كاينه ياك الفونير. مرحبا نلاقاو مع السيد. مرحبا باي واحد اللي بغى شي حاجه الخوت يتصل بالاخر اللي بغى الحبه بغى 10 اللي بغى مرحبا. مرحبا الا بغاتها بالجمله كاينين شي كاينه بالجمله. الجمله غنحيدوا ليه 100 درهم البياسه. انتم الخوت كيف ما كتشوفوا ذكر 15 فرنك اللي بغى بالجمله حسبوا لي ب 14 فرنك. انتم الخوت كيف ما كتسمعوا الخوت الاخ الكريم والكارانتي والكارانتي الخوت الله يسهل على اي واحد. شكرا اخي الله يسخر لك. شي واد ديال البلاد راه كاينين بان. السلام عليكم الاخوان. جدر ولا قرعه هذا؟ جدر جدر هذا شحال عنده اخي؟ عامين. عنده عامين الخوت كيف ما كتشوفوا تبارك الله راه عاقل عند الاخ الكريم. في شي كلام اخي؟ اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. واخا غادي نهضر في النهايه راه الطير هو اللي كيجي عندك ساعه مشافق معاك. بالنسبه للثمن اخي؟ الثمن 800 800 درهم الخوت كيقول فيهم الاخ الكريم. ونخلي لكم الخوت النمره. بالنسبه للنمره اخي؟ 06 91 46 34 44. واللي بغى الطائرة الخوت يتواصل مع مولاها الخوت كيف ما كتشوفوا كسيوتو ما شاء الله.
عاقل تبارك الله. خير رشيد الله يسخر لك. الله ينورك اخويا الله يكبر فيكم. ما شاء الله الله يبارك الخضره قرع عود العام هذا عند الاخ الكريم. بالنسبة للثمن ديالو شحال كتقول فيه؟ 40 مليار 800 درهم. كيف حال خويا؟ ضروري منه اصل الجدر ولا قراع؟ لا قراع. شنو السوا ديالو؟ بالنسبة للكسيوة الإخوان شايف الهيئة ديال الطير ما شاء الله. راه مصفي مصفي المنقارة ايجو كلشي ما شاء الله. بالنسبة للثمن بالنسبة للثمن 800 درهم بالنسبة للثمن الإخوان. شوف انتوا واش هي ديالها ولا لا 800 خويا هادي نتيوال زوينه ما شاء الله. هادي شي ماشي كتقول فيها هادي ميشيناري شادي ميشيناري هاد نتيوال اخوان بلقى ماشي قول فيها الاخوان 200 درهم هادي هيجان هاك دي هيجان وياكل الدود مع ندال ولفو الدود باش عاد غنجيب له دوده ياكلها. بالنسبه للنميره ديال الاخوان صافي 07 07 17 17 84 84 36 96 96 راه كنعطيه الدود وكلشي. بالنسبه للنمره الاخوان راه هي هذه ديال الاخ الكريم طويله الاخوان ما شاء الله الدود ما يتفاقش على الدود. خويا مصطفى الله يسخر ليك الله يحفظك الدود ما يتفاقش عليه نجيب له دابا ياكلها دابا خويا الله يسخر ليك الله يحفظك. السلام عليكم الاخوان. اليوم كنتواجدوا عند الاخ رضوان غني على التعريف الاخوان كيف ما كتشوفوا. السلام عليكم اخ رضوان بخير لاباس عليك هاني كلشي بخير. الناس غير كيسولوا عليك اخي رضوان الله يسول عليهم الله يسول عليهم الخير والبركه. بغيت نسولك اخي رضوان الله يجازيك بالخير بالنسبه للامراض اللي كتكون طاغيه في هذا البرد بالنسبه لطائر الحسم اشنو اللي غادي نقدموا لي في هذا البيريود هذا البيريود كدير فيها الادويه اللي خاصه بالانهاء والبرد اييه كدير لي برونشي سمعتيني اييه ومن بعد البرونشي كدير فيتامينات او كدير مثلا البكتيريا النافعه بكتيريا باك مثلا ولا بيلدوبيير ولا ومن بعد لي فيتامين هذا هو اللي كاين يعني بعد الفيتامينات الاسامي ديال هاد لي فيتامينات اخي رضوان اللي غادي يطلق لهاد البيريود ديال طائر الحسون دير مثلا غير كاين مثلا بيتر واحد كاين اوكسي فيتامين اييه كاين دي فيتامين كاين كولوك كولوك ورم فيها اييه بحال عندك هنا اخ كاين مثلا هذا يقدروا يشوفوهم الناس الا بغيتي تهني راسك اييه الا بغيتي تهني راسك ودرتي برونشي مور طايرو وتنقى لك وبغيتي تخدم به كدير الاندروباك كاع اندروباك صافي كتهني كاع روحك ورا فيه كلشي ياك اخي واللي بغى شي حاجه يزور الاخ رضوان تم التلبيه الطلب ديالكم مشينا عند الاخ رضوان. بالنسبه للنميره اللي بغاو يتواصلوا معك اخ رضوان
06 63 46 41 05. هذه النمرة ديال الأخ رضوان. السلام عليكم أخي عزيز. المشاركين ديال قناة الأخ عزيز بروك. شكرا. بالنسبة للأخ يعني من الناس الأولين ديال السوق تبارك الله ما شاء الله اللي عطاك شي دواء يعني شي طير ما شاء الله. راه تأكد بأنه يعني إلا شافوه الله فهمتي يعني كيكون إيفيكاس. بالنسبة ما شاء الله بالنسبة للمقلين كتكون يعني مثلا في الحبوب في الأصابع هادو هما الأمراض اللي كيعانيو منهم الناس أكثرية. أخ رضوان عطيكم شي أدوية اللي هي كتكون يعني فعالة هي 100% الأمراض هادي اللي كتكون شائعة كدير هاد السيلفا كديرها مع هاد الكونتراكت كدير واحد شوية راس ديال الموس ثلاثة ديال القطرات راه كيخدم على جوستي كيخدم مثلا على الطير إذا كان عنده العرق الأزرق كان منفوخ ليه الإشرار كان صارو حمرين بكتيريا أحادية بقدر شكرا أخي رضوان كنشكرك بزاف. والإنسان راه البرد إنسان يعني طيب رجل طيب رجل طيب شي حاجة الإخوان يتواصل معايا يعطيكم النمر ديالو في المكان يعني إيه إن شاء الله. شكرا أخي رضوان وشكرا الأخ عزيز أكبر مولوع عندنا في السوق كنشكرك بزاف. الله يكبر بيد الله الجمع اللي بغينا احنا في اي وقت هادشي اللي كاين تبارك الله عليك رضوان تحياتي توريهم الواجهه ديال هذا المحل حتى ان شاء الله الواجهه ديال هذا المحل ديال الاخ رضوان اييه شكرا اخي رضوان كنشكرك بزاف الله يكبر بك. شكرا اخي عزيز كنشكرك بزاف الله يرضى عليك شكرا. السلام عليكم الاخوان اللي عاشق البلوستر الخوت كيف ما كتشوفوا عند الاخ الكريم راه مواجهين الخوت كيف ما كتشوفوا بالنسبه للذكوره وبالنسبه للنساوي الخوت راه كاينين بالنسبه للثمن اخينا 100 درهم 100 درهم الخوت كيقول فيهم الاخ الكريم كيف ما كتشوفوا في الصوره راه كاينين الخوت لي جاسبيه هما هذه كوبل هذه لي جاسبيه كوبل كوبل كاينين الخوت جوج كوبل بالنسبه للثمن نفس الثمن 100 درهم الخوت بالنسبه للثمن بالنسبه للنمره اخي 06 67 67 82 31-09 هذه النمره ديال الاخ الكريم الخضر بغا يتواصل معك كما كتشوفوا بالنسبه لها الطيور الخضر راهم مواجدين كما كتشوفوا صحه جيده صحه جيده ما شاء الله كما كتشوفوا الخضر في الصوره ما شاء الله الله يبارك خويا الله يسخر لك اللهم يسر السلام عليكم خويا عزيز كي داير بخير هاني مرحبا بك خويا عزيز هذا رجل عنده عام ونص خويا عزيز وراه مكلم ثمان تنقول فيه 550 درهم النمرة 06-51-73-94-19 وكاين واحد القرية عنده عامين شنو أنا خويا عزيز ماكينة الجامع قرية الله خارج من البدالة وعنده عامين وعندي الفيديو ديالو واللي بغاه مرحبا تنقول 600 درهم نميرة 06-51-73-94-19 تحياتي أخ عزيز السلام عليكم الإخوان كاين هاد الجدير ما شاء الله الله يبارك شحال عنده أخ هاد الجدير عنده 5 أشهر دابا عنده 5 أشهر الخوت كيف ما كتشوفوا راه خارج الكلام خويا عزيز الطير خارج الكلام تبارك الله الله يبارك الخوت كيف ما كتشوفوا بالنسبة للثمن أخي هنا الثمن كيبقى ب 250 كيبقى الخوت ب 250 غير الريش غير الريش الخوت بلا قفز بلا حتى شي حاجة بالنسبة للنمرة 07-72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 -
مولاهم البياسه 70 درهم البياسه ديال هذا الكنار الخوت بالنسبه للنتبو بالنسبه للذكر.
اللي بغى مال خوت مرحبا والف مرحبا. السيد خوت راه كيكون حدا الطاقة الشمسية الخوت، ومرحبا بالجميع وتابعوا معي المزيد باش نتعرفوا على جميع الطرق في سوق قريعة بالدار البيضاء. بالنسبة للخوت اللي عشاق الحداد، بالنسبة للمرقد ديالهم الخوت كيبقى مرقد حنيفرة، بالنسبة لثمن الخوت كيبقى 50 درهم، بالنسبة للطائر الحداد الخوت كيفما كتشوفوا. رقرع الخوت ود العام الخوت كيف ما كتشوفوا. شحال طالب فيها اخي؟ طالب فيها الاخوان 700 درهم بالنسبة للثمن. بالنسبة للطويرة الخوت كيف ما كتشوفوا طالب فيه مولاه 700 درهم. رقرع الخوت ود العام وتابعوا معايا. اهلا وسهلا. عليكم السلام خويا عزيز، كيداير بخير؟ المهم اليوم ان شاء الله كاينين هاد المشيوات مصاص حامر، هادو التحميرة ديال الفوليير ضاربين شهرين ونص، الزوان سطيك والماء. الناس ديال الخدمة، الناس اللي عندهم لي سيباراسيون، الناس اللي عندهم المسارح، هادو خدامين لهم 100%، الثمن ديالهم 80 درهم. الله يسخر أي واحد كيبغي يدير شي حاجة زوينة. راه المشيوات اللهم بارك، راه ما كياكلوش الزوان سطيك ديالي. ما شاء الله الله يبارك الخوت كيف ما كتشوفوا عند الاخ كريم الخوت. بالنسبه للثمن راه قالوا لكم في لا فيديو كيف ما كتسمعوا الشيوات ما شاء الله الله يبارك الخوت. وكاين انا الخوت حتى هاد القرع هادو كيف ما كتشوفوا الخوت راهم زوني هانتوما كيف ما كتشوفوا. حتى عند الاخ الكريم الخوت كيقول فيهم حتى هو 150 درهم بالنسبه للثمن ديال القرع، حتى هو كيقول فيهم الخوت نفس الثمن. كيف ما كتشوفوا الخوت راهم زوني.